هل من فترة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته؟ فلننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خير من مشى على هذه البسيطة. فحق لنا وحق لكل مسلم أن يفخر بأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفكر صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان همه عليه الصلاة والسلام؟ قيل أنه كان لا يرى إلا غاضيا أو رائحا، رايح جاي، لا يمل ولا يأكل، همه الدين. كان يتحرك إلى هذا الدين ويدعو إليه ويرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء، دعا الأباعد ودعا الأقارب، دعا المسلمين ودعا غير المسلم، حتى الأطفال الصغار كان يهتم به صلى الله عليه وسلم. كان يمشي في الطريق يمازح الأطفال، كان يوجد في بيت بعض أصحابه فوجد طفلا صغيرا يلعب بعصفور اسمه النغير، فكان صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نعم، كان يهتم بالأطفال، لأنهم إن كانوا صغارا اليوم فإنهم سيكونون قادة الأمة في المستقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما يهوديا كان يخدمه أنه مريض وفي مرض الموت، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهو الذي يحمل هم البشرية جمعاء عليه الصلاة والسلام. ذهب إليه يعوده ويدعوه للإسلام، غلام صغير، والغلام ينظر إلى أباه اليهودي فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان في مرض الموت، في سكرات الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هل كان الإسلام في حاجة إلى طفل صغير في سكرات الموت ليدخل في الدين؟ ماذا كان الإسلام سينتفع بهذا الطفل؟ لماذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم إلى هذا الطفل وهو الذي يحمل هم البشرية جمعاء؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للجن والإنس. يذهب إليه ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو هم الدين، هو الرحمة التي أرسلها الله عز وجل بها للعالمين. وأنت أخي المسلم وأنت أختي المسلمة، نحن جميعا سنسأل عن هذا الدين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لا تحسبوا أن الله عز وجل يقول كلاما ولن يحدث، وكان أمر الله مفعولا. يستهين الناس بكلام الله عز وجل ويظنون أنه مجرد تهديد. الله عز وجل يهددنا ولن يفعل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عن هذه الأمانة، وظيفتك في هذه الدنيا ليس للأكل والشرب والتمتع بشهوات الدنيا وملذاتها، بل أنت في هذه الدنيا لتقيم واجب العبودية لله عز وجل، ليس فقط ذلك، وحتى تقوم بتعبيد الناس لله عز وجل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يكن صالحون. أنت تعبد الله وتقوم بحق الله عز وجل عليك، لكن ما هو واجبك نحو هذا الدين؟
تعلمون أيها الإخوة المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لا يوجد نبي بعده، وهو لم يخرج من جزيرة العرب عليه الصلاة والسلام. كيف وصل الدين إلى هذه الأرض؟ كيف وصل الدين إلى أوروبا؟ كيف وصل إلى الصين؟ كيف وصل إلى مصر؟ إلى بقية دول العالم؟ الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، علموا أن مهمتهم ليس عبادة الله عز وجل فقط، ولكن مهمتهم هي تبليغ هذا الدين. لذلك يقول ربيعة بن عامر رضي الله عنه لملك الفرس: إن الله ابتعثنا، والابتعاث لا يكون إلا للأنبياء والرسل. ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لما رأوا رجلا يبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهموا بضربه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه حتى يكمل ما جاء إليه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا، إن هذه الأماكن إنما للصلاة والذكر. ثم التفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فهذه الأمة لها وظيفة عظيمة، هي وظيفة الأنبياء والرسل. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً. الله سبحانه وتعالى يذكر من دعا إلى الله قبل أن وعمل صالحاً وقال: إنني من المسلمين، في آخر الآية. لأن قد تكون مسلماً لكن لا تدعو إلى الله، لكن إذا كنت تدعو إلى الله فأنت مسلم وتعمل صالحاً. هذه مهمة أمة الإسلام بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حجة الوداع مع النبي 124,000 الذي دفن منهم في المدينة أو في الجزيرة العربية حوالي 5,000. أين ذهب الباقون؟ ذهبوا وانتشروا في كل دول العالم لينشروا الإسلام، لينشروا هذا الدين العظيم. عرفوا قيمة هذا الدين. لذلك أيها الإخوة الأحباب، طوبى لمن جعل حياته وقفا لله تبارك وتعالى، طوبى لمن كان حب الدين يجري في دمه ولحمه وعظمه، طوبى لمن يقوم بالدين ويجلس بالدين ويتحرك للدين ومن أجل الدين. ديننا دين عظيم. انظر، جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ وهو يعلم رضي الله عنه. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر رضي الله عنه: أعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية والمكان الذي نزلت فيه. نزلت في يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة. انظروا أيها الإخوة المسلمون، اليهودي يحسدنا. كيف يحسدنا اليهود على آية واحدة من كتاب الله عز وجل؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. هم يعلمون أنه الحق ولكنه الحسد. يحسدوننا على هذه الآية التي أتم الله عز وجل فيها نعمته علينا وأكمل الدين ورضي لنا الإسلام دينا. فإن الانتساب لهذا الدين شرف عظيم، هذا الدين الذي جعل الله عز وجل للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيديهم أخذ الكرام عليك، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وشيد دولتهم وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق ملكهم،
اللهم فارق بين كلمتهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله.